أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة إعلامية توعية تحت شعار قدرها، تستهدف تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظومة للوصول إلى الاستدامة البيئية والمائية والزراعية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. للحديث أكثر مشاهدينا، ينضم لنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ صالح بن دخيل. يسعد صباحك على شاشة الإخبارية. صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور فيكم على السادة المشاهدين والمشاهدات. حياك الله. في البداية خبرنا أكثر عن الهدف من إطلاق حملة قدرها. نعم، الحقيقة الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المقدرات البيئية والمائية والزراعية في المملكة بشكل عام. واحدة من أهداف الحملة هي شرك المجتمع في المساعدة على حفظ وتقدير هذه الموارد والنعم. أيضا نعمل جاهدين على عكس هذه الجهود المبذولة في المنجزات قطاع المياه، وأيضا جهود الأمن الغذائي في ضوء استراتيجيتها في القطاع الزراعي أيضا، وتسليط الضوء لأمر هذه الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظومة البيئة والمياه والزراعة للوصول للاستدامة البيئية والمائية والزراعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. جميل جدا. طيب، ما هي أبرز الرسائل الإعلامية والتوعوية التي تحرصون عليها وعلى إيصالها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ نعم، فيما يتعلق برسائل الحملة، الحقيقة هي تضمن محورين هما التثقيف والتوعية. عن الوزارة تكيّة متكامل وأبرز مستهدفاتها في سبيل تحقيق جودة الحياة الأمثل للإنسان داخل المملكة. كذلك التوعية بالممارسات السليمة حول البيئة والمياه والزراعة والمحافظة على كافة هذه الموارد الطبيعية، وأيضا عكس جهود القطاعات. أيضا نعمل جاهدين على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع ليكون شريك في المساهمة في الحفاظ على هذه الموارد. جميل. حدثنا أكثر عن أبرز الإنجازات والمبادرات اللي حققتوها من خلال عملكم في منظومة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة الماضية. نعم، ولله الحمد تمكنت منظومة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة الماضية من تحقيق عدد من المنجزات الحقيقة نفخر فيها، خلال منها على سبيل المثال للحصر زراعة أكثر من 14 مليون شجرة مانغروف على سواحل البحر الأحمر وأيضا الخليج العربي، وزراعة أكثر من 10 مليون شجرة وشجيرة في متنزهات المملكة. أيضا نسعى بالإعلان عن تخزين أكبر طاقة تخزينية للقمح في الشرق الأوسط بحجم بلغ أكثر من 8.5 مليون طن، وذلك تحقيقا لمستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة. إضافة إلى ذلك، إنتاج وضخ حوالي أكثر من 7 مليون متر مكعب من المياه المحلى، كون المملكة عملاق تحلية المياه في العالم. أيضا من إنجازات المنظومة والتي تم الإعلان عنها هي زيادة عدد المتنزهات الوطنية من 19 متنزه في العام 2016 إلى أكثر من 300 متنزه في عام 2021 ولله الحمد. جميل. طيب أستاذ صالح، يعني حتى نعرف أن المبادرة نجحت أكيد من تفاعل الناس معها، كيف رأيت هذا التفاعل؟ نعم، ولله الحمد منذ إطلاق الحملة الأسبوع الماضي شهدت تفاعل كبير جدا من الجمهور ومن المتلقي ومن جهات حكومية وخاصة. كان معنا أكثر من جهة حكومية وأعراف وزارة الإعلام، وأيضا مشاركة القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي. جميل جدا. سؤال أخير في هذه المداخلة أستاذ صالح، وش طموحكم من خلال هذه الحملة بالإضافة إلى الحملات والمبادرات الأخرى اللي تطلقها الوزارة؟ نعم، الحقيقة أنه الحملة هذه حملة تقدر هي استكمالا لجهود ومبادرات الوزارة في التوعية والتثقيف للمجتمع. عملنا على مبادرات وحملات سابقة، على سبيل المثال هذا موسمها والنجس والأزوات وغيرها وغيرها، والهدف منها الحقيقة هو إشراك الفرد في المجتمع للمساهمة في انتهاج سلوكيات بيئية سليمة.